طبعا ما جرى يوم أمس من هجوم القوات الأمريكية على حاجز الجيش السوري واستشهاد عنصر من الجيش وجرح آخرين، طبعا هو جريمة اقترفتها القوات الأمريكية، لكن الموضوع لا يقف فقط عند هذه الجريمة، هناك غايات مبيتة للوجود الأمريكي، وطالما نحن يعني لطالما كنا كعشائر عربية نحذر من هذا الوجود الغير الشرعي، نحذر من تبعات وجود الاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة، أنه سيؤزم الأوضاع أكثر، سيزيد من حالة الاحتقان، خاصة أننا يعني نلاحظ في الفترة الأخيرة تكرار لعمليات الاستفزاز التي تقوم بها القوات الأمريكية في المنطقة، يعني تدخل قرى لا يوجد سيطرة فيها إلا للجيش السوري، أو مثلا قرى لا يوجد فيها قوات عسكرية أصلا، يستفزون الأهالي ويقوم الأهالي بمهاجمتهم. لذلك موقف العشائر العربية حتى وإن كان هناك يعني اتجاهات سياسية مختلفة، لكن الكل متفق على تصنيف الوجود الأمريكي بأنه احتلال، وأن ما قاموا به هو جريمة وسيصعب من الأحداث. وأنتم تتابعون يعني أن هناك حديث كثير عن تشكيل مقاومة شعبية، برأيي أن الغاية الأمريكية هو التصعيد للوصول إلى هذه المرحلة. لذلك يجب علينا الانتباه إلى المخططات الأمريكية، خاصة أنه يعني في البيان الذي صدر عن ما يسمى بغرفة العمليات العزم الصلب ذكروا وجود دورية لقوات سوريا الديمقراطية معهم. ما الغاية الأمريكية من أن يذكروا وجود قوات قسد معهم في تلك الحادثة؟ إذا ما نراه أنه هي محاولة للتصعيد ولإحداث فتنة في المنطقة. يعني انتم تشوفوا وجود الامريكي هو احتلال وراح يؤدي الى تصعيد بشكل عام بالمنطقة؟ بكل تأكيد يعني الوجود الأمريكي احتلال، وهناك حالة احتقان شعبية كبيرة، وإذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال ستؤدي إلى تصعيد لا محال.